والله كلام كبير. وسيد الحجازي دسوقي أجازني بقراءته، تتحمل مولانا؟ شوف شنو طلع أثاري، أنت طلعت بكري خلوتي الرباعي، شوف شنو طلع. ومن كراماته قال الشيخ خليل الكشكشاوي: رأيت الشيخ أبا الحسن البكري وقد تطور فكان كعبة مكان الكعبة، ولبس سترها كما يلبس الإنسان القميص، توفي عام 952، دفن بجوار الإمام الشافعي. هاي البكريين كتير مولانا. البكري ايه الكشكشاوي، وين كشكشاوي هذا؟ كشكش وين كشكش هذا؟ ذكر واحد اني كان الى كشكش اني مدرس فلسطيني. لا بس انا معروف البكري اللي هو ابو الحسن والبكري عمروف، وفي واحد كمان، يعني البكريين عدد كتير يعني. صح، كلهم خلوتية؟ ايه هو قايل؟ ايه والله ما شاء الله زيك. الثاني محمد بن محمد بن عبد الرحيم الزعبي، هذا الشيخ بشير الزعبي ومحمد الزعبي درسونا مع الإمام الشيخ أحمد السطواني في حيل بالسبعينات. الدمشقي الشيخ الصالح المجذوب منسوب إليه قرية زغبة من قرى زغبي، هذا غير الزعبي، من قرى دمشق، توفي عام 978. محمد الخواباكي الأمكنكي، الله السمرقندي، بس الخوابكي شنو والأمكنكي ما عرفناها، أحد أكابر الصوفية أمة الطريقة النقشبندية، أمكنك المنسوب إليها قرى من قرى بخارة، طلعت بيران ولا بأفغانستان مولانا بخارة؟ تسوقي بخارة وين؟ اي والله ايه في طاجكستان. محمد المجذوب القاطن بقليوب قلوبيه، لا هو بمصر، هذا من له احوال باهره وكرامات ظاهره. من كراماته كان يخبر بعزل عدد من البشوات وبلايه اخرين فلا يخطئ، مات في اواخر القرن العاشر. محمد المجذوب المدفون في مصر بجامع الشهاوي خارج باب الفتوح. من كراماته كان كثير العطب لمن يؤذيه ويكاشف أصحاب المعاصي ويضربهم، توفي في القرن العاشر. محمد بن القاضي المجذوب الصالحي كان أكثر إقامته بكوم الحاجب وجامع الملك الظاهر. محمد الصمادي أبو مسلم الدمشقي العارف بالله تعالى، من كراماته قال العزي: كنت مريضا فاشتدت بي الحمى ذات ليله، فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وهو في صدر حلقه فيها جماعه من الصماديه غيرهم يذكرون الله تعالى، عرفت منهم ابا مسلم المذكور على يسار النبي صلى الله عليه وسلم، على يمينه ولده الشيخ مسلم، ويليه بقيه الصماديه. صماديه يعني يقولون قل هو الله احد، صماديه ها. فلما فرغوا من الذكر وجلسوا سأل صاحب الترجمة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن الصمادية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا شيخ محمد ما فيهم غير ولدك مسلم، توفي عام 944 في دمشق. دسوقي